نتحدث الفارق ما بين اليوم حسيت بين الشرطه والنصر، شنو الفارق اللي حسبت بالضبط؟ طبعا دي فوارق، يعني هم اللاعبين المميزين هم يلعبون، صار في كم سنه يلعبون بدور الدوريات الاوروبيه وعندهم اجهزه كامله بالرياضه، لكن باللعب انت تشوف احنا عندنا لاعبين مهاراتهم، يعني عندهم لاعبين موهبه بالدوري العراقي، يعني اللاعبين كلهم يقدرون يلعبون هيك الفرق. طبعا هذا فرق بين النصر والشرطه، ونهايه هاي احنا يعني طبقنا شيء، يعني حصلنا الشيء، يعني عندهم فريق الشرطه والفريق العراقي كلهم عندهم المواهب الكبيره. انت كأسو مشاركه في هذه البطوله، يعني اعاده نفسك من جديد، كيف تقيم تجربتك انت في هذه البطوله وماذا تقول بالنسبه للقادم؟ والله احنا جينا من بطوله، يعني تعبانين مثل ما قلنا، تعبانين من جينا بالدوريات، الدوري وحصلنا على الدوري لقب الدوري، وهاي البطوله انجاز تاريخي لنا، ومثل ما نقول حصلنا على الفكره كاللعب يتغير، يعني يجي احنا كاملة دوري العراقي لعبنا لعب هجومي، هاي هسه لا.